بداية نبارك لجميع النساء في جميع العالم يوم المرأة العالمية 8 آذار، ونذكر جميع الشهيدات سواء بالقوات العسكرية أو النساء الذين احترقوا في هذا اليوم في نيويورك، وننحني إجلالا وإكبارا لذكراهم، وخاصة رفيقاتنا الرفيقة هند والرفيقة سادة الذين استشهدوا بيد المجرمين خلايا داعش، ونستنكر القتل على النساء في هذا اليوم، ونجدد عهدنا بالانتقام لجميع الشهيدات وجميع يعني في جميع العالم، وننتقم من الاعتداء على النساء والعداوة على النساء وعلى جميع الشعوب. وفي هذه الذكرى نبارك لجميع قواتنا، القوات العسكرية وحدات حماية المرأة يبجي، ونبارك لجميع النساء في إقليم دير الزور أي في منطقة دير الزور. وفي هذا اليوم وخاصة طليعة النساء في جميع العالم، وخاصة نحن يعني حركة المرأة، نعاهد جميع النساء بأننا سنكون عند حسن ظنهم، وسندافع عن ذاتنا وعنهم وعن جميع المجتمع، وخاصة الشعوب المحتلة. وكما المرأة هي الشعب الأول الذي احتل وحتى الآن يعني ظل تحت نير الاحتلال، في هذا اليوم نقول سننتهي من هذا الاحتلال وننتهي من الظلم. طبعا هذا بجهدنا وجهد جميع النساء وجهد البشرية، وسنصل إلى حريتنا، وهذا هو الهدف الأساسي. وفي هذا اليوم نجدد عهدنا مرة أخرى بأننا سننتقم للشهيدات ولجميع الإنسانية، وسنبني الحرية حتى لو كان على دمائنا أو على أرواحنا. ومرة أخرى أبارك لجميع النساء في جميع العالم، وخاصة في سوريا ودير الزور.